لكم، واخر من يعلم اليوم هي احلى ديفا الرائعه نجوى كرم. نجوى راح نشوف صوره الحين ونتكلم عليها. صوره استاذ مكرم حنوش. مكرم حنوش هو اللي نصحني برنامج ليالي لبنان سنه 85 وقت قدمت غنيت عند الله يوجه له الخير. ايش نصحك مكرم حنوش؟ ايش نصحك فيه؟ كنت نازله غني طرب ونازله غني لاسمهان، سمع صوتي عريض هيك وطلع فيه قال لي دخلك انت من وين؟ قلت له انا من زحله. قال لي عندكم بالزحله ما بتعرفيش تغني ابو الزلف وميجانا وعتابه؟ قلت له كيف، نحن اللي بنعرف نغني، انا حافظتهم ابيات من عند امي. قال لي سمعيني شيء لشوف. قمت سمعته، قال لي بتنزلي بالابو الزلف وبتنزلي بالفولكلور على البلد، لانه باستوديو الفن او بليالي لبنان كثير هويت بغنوا كثير اشياء، بس قلنا فتره رقود 20 سنه ما حدا نزل قدم بهيدا اللون، وعبالي انك تغني هيدا اللون. وهيك صار بس انت اول شيء ما ارتحتي كثير لهالموضوع صح؟ انا ما ارتحت لانه كل مره كل مره كل مره كنت انا بس بدي اغني ابو الزلف ومواويل، وغيري اذا بده يغني اغنيه لام كلثوم مثلا السيده ام كلثوم، مره بيغني لسه فاكر، مره الاطلال، مره يا ظالمني، الا انا كل هالنهار ايات يا ابو الزلف ايات يا ابو الزلف. بس احفظ ابيات كثير زعج هالموضوع. مره من المرات زعجك الموضوع يقولوا لي الحلقه؟ لا مش زعجني، مره من المرات كنت امي محفظتني بيت ابو الزلف، كنت هي تغنيه، امي كان صوتها كثير حلو، حفظته بس اختي سلوى قد ما كل الليل على التليفون حفظتي كره القوف، عرفتي كره القوف؟ الا انا لقيت التليفون وقف عن المشي، الو سلوى، الو الو الو، ما في حدا. تاني سلوى غبيانه عن الوعي كل الليل عم تفكر اذا انا حافظه القوف. تاني يوم نزلنا على ليالي لبنان وقلت لها، كتبت لها هيك، قلت لها شوفي ها قد ما وترتيني كل الليل وانا مش نايمه كل الليل خيفاني اقوم ضيع بهالموال، عم غني انا هيهات يا ابو الزلوف عيني يا مولاي شريان قلبي انقطع مية هي نظري تكلية هي. الله شو بتعمل اختي سلوى؟ صرت انا ساكتة وكرب هالقوف وما كانش تخلص القوف، وعرفت سلوى اختي اني انا مضيعه كيف ببلش الموال، صارت تعمل لي هيك. فرش الحريق الموال، الموال بيقول قالوا بالله فرشوا لي الحرير بالورد غطوني ماني قطيل السمر لا البيض ودوني الوفا وهوف يا بيض شق الكفن يا سمر ليفوني يا شجر حلوا الشعر ويبكوا عليا. الله واو. انزين طب رح نشوف صورة نكمل كلامنا. طبعا صورة رفيق حبيقة الله يرحمه. رفيق حبيقة في كان معك في ليالي لبنان؟ نعم. ودغري هي رح تتشكت لرفيق حبيقة من قصة الموي ما بدها تغني موي. اول واحد اشتكيتي له انك ما تبغي تغني مواويل صح؟ قلت له رحت على عنده عم ببكي هيك وعمري شي 17 18 سنه، عم بقول له شو كل هودا عم يغنوا كل يوم غني كل يوم غني وانا كل يوم ابو الزلف ابو الزلف ابو الزلف ايش بدي غني؟ قال لي شوفي يا بنتي بالارشيه تبعه، هو كمان جيتي رائع وكان مايسترو فعلا الله يرحمه. قال لي شوفي يا بنتي بدك تبكي هلا بدك تضحكي بالاخر، كل اللي عم يغنوا هلا انت لما بتقصدي بتغني لهم كلهم بس ما حدا منهم بيسترجي يقول هي هات يا ابو الزلف. طيب في شغله الحين راح نشوفها ويا الجمهور ونتكلم عليها. لازم اعترف لك انه احنا سرقناكي. هيدا اول خاتم اشترته من مطبوخ يعني راح اقرب لك اياها شوي.
لأم اتفقت صيغتي بهالخزنة. ايه بس لا اقول لك ترى هذا بس اللي سرقنا، ما سرقنا شيء ثاني. تركتوا كل شيء وسرقتوا هيدا؟ ليه هيدا؟ هيدا اعز خاتم على القلب. صحيح؟ احكي لنا عنه. هيدا هو الخاتم جبناه مظبوط ولا لا؟ هيدا الخاتم اول ما بلشت انتج اشتريت هيدا. الماس. هذا دليل بداية كانت لما بلشت غني أول ما بلشت أنتج عملت هيدا الخاتم، وحسيت حالي يعني من تلميذة مدرسة لإني أحقق بعد فترة إنتاج وصير أحصد مال، حسيت بفرحة كبيرة. والإنسان ما في أمتع من إنه ياكل من عرق جبينه، ما في أمتع منها بالعالم. بدنا نتكلم على العاد البدايات الفنيه، وكان تقريبا اول البوم كان سنه 1989 تقريبا، وكان بعنوان يا حبايب صح. وبعدين في البوم ثاني اللي هو كان شمس الاغنيه اوكي، واطلقتيه في حوالي 92، وبعدين صرتي تعملي البوم كل سنه. بس انا ابغى الحين اسالك في الشيء، ايش اللي بتلاقيه اكثر محطه فنيه مهمه جدا في حياه نجوى كرم؟ في كثير محطات فنيه حلوه بحياتي، يعني انا بيقولوا لي فوق انا ما فيها مثلا. أنا لا، في قبل شمس الغنية اللي هو لقبي، واللي مرة عصام صغيب هي كلماته من ألحان أستاذ أنطوان شاك، قال لي عصام صغيب أنا رح أتحديك كل الحياة إذا بتقدر تغيري لقبك هيدا شمس الغنية. الله فعلا بالبق لك. كان شكرا. انزين طالما بنتكلم اوريدي على عصام صغيب، هو اللي قلتي له اعطاكي هذا اللقب، ايش علمك كمان عصام صغيب؟ ايش ايش نتج عن تعاونكم سوا انتوا الاثنين سوا؟ علمني كثير صراحه، تعلمت منه كيف اعرف احكي واسكت بنفس الوقت. كيف يعني؟ فهميني اكثر. يعني علمني كيف اقطف الحكي وكيف اقطف السكوت، وكيف لازم صمتي يحكي وكيف لازم حكي يصمت. الله. علمني اعرف حس لاكتب قد ما غيابه. نحن مش موضوع نقلبها دراما، بس هو موضوع يمكن فلسفي شوي، يمكن له علاقه بالتلاقي الروحي ما بينه وبينه. كانت لما غادر الحياة الله يرحمه حسيت انه حسيت بوحدة لانه كان مكملني شعريا، كنا نحس حالنا واحد، كنت كل شيء يفكر فيه كان هو يكتبه، كنت كل شيء يحس فيه وخبيه عليه كان يشعر فيه ويكتبه ويحسسني بقيمة اللي عم يكتبه لانه فهمان علي. الجمهور صرخ مشان هيك لما الله يرحمه. شفناكي متأثرة كثير نجوى، ونتمنى دائما انه يكون ذكرى حلوة عندك دائما، وما ادري ايش اقول لك، بس طبعا دموعك دليل على وفاء كبير وعلى حب كبير، بنحييك عليه اكيد. الموضوع انه ما بدي بقى لبا دراما، ما بدي ابكي. احنا ما لما بصرخ حسام بلش بكتب، وهودي اللي كتبهم اللي كتبتهم سمعتهم لكتار قبل ما قالوا اني انا اللي كتبت، قالوا لي هذا شعر تركوا عصام صغير قبل ما يموت. هو مش صحيح. هل يعني هالكثر مأثر فيك فعلا؟ نجوى بصراحة اليوم من كثر محبتنا لك والاغاني كنا محتارين ايش نطلب منك تغني لنا، صح؟ بس عرفنا ان انت لانك كريمه جدا على الفانز وعلى محبين اغانيك ان انت راح تسوي لنا مدلي كذا اغنيه سوا. ولو اسمي نجوى كرم بقدر ما اكون كريمه؟